حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها أجزاء واسعة من المملكة والتأثيرات الأشد على مدينة جدة. إلى متى تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة؟ التفاصيل بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذا تتأثر أجزاء واسعة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة بدأت خلال ساعات يوم أمس السبت وتستمر خلال ساعات نهار اليوم الأحد وتستمر في بعض المناطق خلال اليومين القادمين. التأثيرات الأكبر خلال فترة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي هذه كانت على سواحل شمال ووسط البحر الأحمر وشملت أيضا مدينة جدة حيث شهدت هطول زخات أمطار رعدية غزيرة. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات أو خلال اليومين الماضيين التي سنبدأها منذ بداية تشكل هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث بدأت تشكلات ركامية قوية بالتشكل فوق أجزاء الشمالية والوسطى من البحر الأحمر وتتحرك باتجاه السواحل الشمالية والوسطى من البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. التأثيرات الأكبر كانت هنا على مدينة جدة حيث شهدت هطول زخات رعدية غزيرة ترافقت أيضا برياح نشطة وأيضا ارتفاع الموج، وستستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة خلال الساعات القادمة وخلال اليومين القادمين على السواحل المطلة على البحر الأحمر وخاصة على مدينة جدة، حيث يتوقع أن تستمر التخريجات البحرية خلال اليومين القادمين. تفاصيل أكثر حول الأمطار وتأثيراتها نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم الأحد وخلال اليومين القادمين. يوم الأحد الأحوال الجوية الغير مستقرة مستمرة على طول الأجواء الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من المملكة، تشمل عموم المناطق الساحلية وتتركز خاصة فوق سواحل مدينة جدة خلال ساعات نهار يوم الأحد، حيث تترافق الحالة من عدم الاستقرار الجوي بتشكل لغيوم ركامية رعدية تترافق بأمطار رعدية غزيرة تعمل على ارتفاع منسوب المياه على مدينة جدة. أيضا الأحوال الجوية غير المستقرة متوقعة أيضا على المدينة المنورة وأجزاء من منطقة حائل. خلال ساعات ليل الأحد على الاثنين تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في القطاع الغربي من المملكة تحديدا مدينة جدة وأيضا مكة المكرمة أجزاء من المدينة المنورة ووصولا حتى أجزاء من شمال المملكة، حيث كما ذكرنا تستمر هذه التخريجات البحرية نحو مدينة جدة خلال ساعات ليل الاثنين وتستمر هذه التخريجات البحرية خلال ساعات نهار يوم الاثنين أيضا على مدينة جدة، وبالتالي تستمر فرص الأمطار على مدينة جدة خلال نهار يوم الاثنين. أيضا الأحوال الجوية غير مستقرة مستمرة في المنطقة الشمالية وتتحرك يوم الثلاثاء إلى منطقة حفر الباطن وأيضا الحدود الكويتية وأجزاء من المنطقة الشرقية، مع تحرك هذا المنخفض الجوي العلوي باتجاه الأراضي العراقية سيعمل على ازدياد تأثيرات الحالة من عدم الاستقرار الجوي على الشمال شرق المملكة خلال منتصف الأسبوع، في حين تبدأ تتراجع هذه الأحوال الجوية الغير المستقرة في المنطقة الغربية من المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا مع 16 درجة مئوية، الملموسة أو المحسوسة 14 درجة مئوية، رطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 28-17 مع تفرق لبعض الغيوم، ترتفع قليلا يوم الثلاثاء تسجل 31-19 درجة مئوية، أما يوم الأربعاء 28-15 درجة مئوية، بالتالي هناك انخفاض واضح لدرجات الحرارة خلال ساعات الليل اعتبارا من ليلة الأربعاء على الخميس. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين نبدأها بالمنطقة الشمالية، تبوك أجواء صافية مع 25-12، أحوال جوية غير مستقرة في عرعر 24-12، وسكاكا 27-13 درجة مئوية. المنطقة الغربية مدينة جدة تستمر تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي والتخريجات البحرية على مدينة جدة، وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار 32-25 درجة مئوية، المدينة المنورة 31-18، مكة المكرمة 34-23، والطائف 23-15 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أبها 24-11، الباحة 20-12، وجازان 32-25 مع أجواء مستقرة بشكل عام. المنطقة الشرقية الدمام 28-19، حفر الباطن 28-17، والإحساء 29-15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 28-17 مع تفرق لبعض الغيوم، بريدة 29-18، وأتربة مثارة في حائل
مع 27 إلى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء.